الجولة الثامنة للبريمير ليج، وهنا الصلاح من دون مقدمات، من دون معطيات، أراد أن يسجل الهدف الأول، وأراد لم يخسر، كرة منقولة، انطلاقة ممتازة، هنا فرصة فرص. الله يا ماني، وها كانت هدية مصرية مغنها، هنا لدينا الصلاح، عندك كرة فرصة تأتي، الله على كرة جميلة، على كرة مميزة كانت، ولكن بفوستر هذه ليفربول، هنا الصلاح، عندك كرة فرصة تأتي لجول، ولكن بفوستر ثقة لم يتلاعب مثل ما فعل قبل أيام هناك أمام الفريق، عندك كرة يحاول فيها يا السلام، الله على كرة يا السلام يا السلام يا السلام، بنقلات مميزة جميلة كانت، نعم هنا حينما تلعب تيكي تاكا على طريقة ليفربول، نبي نبي كيتا والتسديدة على كرة يمينية وليس التمريرة إلى مو خطيرة في جول 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 جول، كذا وصلت إلى فيرمينو اللي تستقر في الشباك بالفوسر فيرمينو سالا Salah, he wouldn't do it again, would he? Mo Salah has! Well, typical again from Liverpool in winning it back in the first place. But he's threatened it a couple of times, getting it back in on that left side. تقدم من أرنولد، 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 جول، جول، أحمر، صلاح مرر إلى نبي كيتا والتصويبة، ولكن تمريرة فيرمينو، فيرمينو ونقلة حاضرة، فرصة لخامس، محاولة خطيرة، جول، جول.